أحبائي مشاهدي قناة أنفو تيك فان، عائلة الكبير لأنفو تيك فان، مرحبا بكم. لا كثير ماشي من عائلة أنفو تيك فان. كنتمنى عما قريب بعد هذا الفيديو ما تشاهدوا، ما تبخلش لنا بلايك، تفعيل الجرس ودير اشتراك اللي عجبك الفيديو وبغا تتبعنا. لماذا في هذه الحلقة غندويو على بزاف الناس اللي كيحلوا قنوات و كيوضعوا تعاليق باش يشهروا القنوات ديالهم في جميع القنوات المعروفة، كانت المغربية أو غيرها، لغرض إشهار القناة ديالهم. المشكل الوحيد الذي من خلاله سوف نتكلم في هذا الفيديو أو سوف نتعرض كموضوع في هذا الفيديو، هو أناس يضعون تعاليق في أي فيديو كان عبر أي منبر كان بلا مبالات، ويكتبون جملة يقولون فيها لماذا تساعدون قناة أهل القرآن. القرآن أخي وحبيبي فهو للجميع، ونحن كلنا مسلمون الحمد لله، ونعرف ديننا ونعرف القرآن ونقرأ القرآن الحمد لله. لكن أخي، أتمنى بعد مشاهدة هذا الفيديو أن تقوم بمراجعة نفسك ولو لدقيقة، لكي تتعرف ما هو الخطأ الفادح الذي تقوم به عند محاولة الربح عن طريق وضع قناة تجارة بالدين. عندما تضع مقطع صوتي أكان لحديث نبوي أو القرآن الكريم في قناتك بغرض الربح وراءه عن طريق اليوتيوب ادز، فيجب ان تعرف من خلال فتح الجوجل ادسنس كما ترون هنا امامكم، فيجب الذهاب الى الجوجل ادسنس الخاص بك وتقوم بحذف بعض الاشهارات التي سوف يقوم يوتيوب بتمريرها في هذه الفيديوهات الخاصة بالدين دون علمك، وسوف تأخذ إثم كبير وراء ذلك. لذا أنصح جميع الناس أو الذين يقوموا بإنشاء فيديوهات وقنوات خاصة بالدين الذهاب إلى حساب جوجل أدسنس و القيام بحذف بعض الإشهارات التي تقوم بإشهارات منافية للفيديو الذي يضعه، أكان كما قلنا في الحديث السنة أو غير ذلك أو في القرآن الكريم. تصور أخي أنك وعند دخولك لهذه القناة التي من خلالها تريد أن تشجع صاحب القناة، ولو أن في معظم الأحيان ترى بعض الناس الذين يقولون أو يردون عن صاحب هذا التعليق لماذا تريدون مساعدة أهل القرآن بقولهم أو بالرد عليه نحن جميعا أهل القرآن، ولا تمن علينا أنك مسلم أو من أهل القرآن. المهم لنرجع إلى نصيحة. نصيحة أخي، يجب عليك الذهاب إلى جوجل أدسنس والقيام بحذف أو تعليق جميع إشهارات التي من خلالها والتي تتزامن مع الفيديو الخاص بك. مثلا تصور أنك عند قراءة فيديو فيه قرآن أو سنة أو غير ذلك مما له علاقة بديننا الحنيف، وتظهر لك أو يظهر لك عفوا إشهار خاص بك شيء جنس أو بالقمار أو بالسحر أو بالعرق أو بالمخالطة الجنسية أو غير ذلك. لذا فلتنتبه أخي قبل أن تقوم بالتجارة في الدين، فيجب أن تتاجر مع الله سبحانه وتعالى.
قناة خاصة بالمعلومات والمعلوميات، لكن هذه النصيحة تتزامن مع بعض الأخطاء التي يقوم بها إخوان أحباؤنا المشاهدين وأحباؤنا الذين يريدون وضع قنوات خاصة بالتربية الإسلامية، ولماذا لا؟ هذا كل شيء بالنسبة لهذه الحلقة. أتمنى من جميع من شاهد هذه الحلقة وأعجبت أن لا يبخل علينا بالضغط على لايك، تفعيل جرس والاشتراك إذا كنت لم تشترك من قبل. إلى اللقاء.